لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله حمدا يليق بجنابه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبده ورسوله وخليله محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على قواعد العقاب التربوي وضوابطه إلى قاعدة، وهي أنه يجب توحيد السياسة التربوية بين الأبوين. لابد أن يتفق الأبوان على توحيد السياسة التربوية، لأن مما يؤثر على الصحة النفسية للطفل إيجابيا أن يقتنع بوجود تناغم وتوافق وانسجام بين أبويه، وهذا ييسر عليه الانضباط والانقياد لتوجيهات الأبوين. وعلى الجهة الأخرى، فإن ازدواجية الموقف التربوي وتناقض موقف أحد الأبوين مع موقف الآخر واختلافهما في أساليب تقويم سلوك الطفل ومعايير الحكم على تصرفاته واختلاف الحكم على سلوك واحد، يبقى سلوك واحد الأب يقول هذا السلوك سيء والأم لا تقول لا مانع من أن تفعل هذا، فيبقى اختلاف الحكم على سلوك واحد بين وقت وآخر له آثار سلبية على الطفل، منها أنه يفقد العقاب أثره في تعديل السلوك، وقد يشجع الطفل على التمادي في خطئه. التناقض بين موقف الأب والأم في قضية واحدة، هذا التعارض يربكه ويشوش عليه ويحيره بحيث لا يدري أين الصواب وأين الخطأ. فاكرين لما تكلمنا على أن الإشارة الحمراء يكون معناها قف، والإشارة الحمراء أيضا معناها افعل، هيعمل إيه؟ ده يتناقض مع مبدأ مهم جدا سنتكلم عليه شيء فيه بعد، مهم جدا، اسمه الثبات. الثبات في الموقف التربوي. فلما الأب يبيح والأم تحرم أو العكس ويختلفان أمام الطفل، هذا يشوشه، أي سلوك بقى هو مطالب بنا يفعله. حاجة تانية، أن هذا التعارض والتناقض في السياسة التربوية قد يجعله شخصية مترددة مشتتة متذبذبة غير ناضجة انفعاليا. أيضا يعلم الطفل أن بإمكانه الإفلات من العقاب المستحق عن طريق توسط الطرف الآخر، مما يكسبه براعة خبرة في التوسل واستبداء الصفح بدلا من تحمل المسؤولية مقابل سلوكه، لأن عنده أمل أنه الشيء الذي الأب يمنعه والأم توافق عليه، في هذه الحالة هو بقى يروح ميلين للأم ويستجدي ويتزلل لها ويتوسل إليها بحيث أنها تتدخل لإيقاف هذا العقاب. على المدى البعيد، هذا النوع من الاختلاف يعزز الانقسام في الأسرة ويصنف أحد الأبوين اللي هو المعاقب، هذا إيه؟ الشرير، the bad guy، والطرف الثاني الذي يبيح ده إيه؟ الطيب، الحنون، الخير، المتسامح. طبعا الطفل ينجذب لمين؟ للطيب، وينفر من الأول الذي هو الشرير. كما أن الصراعات والمشاكل المستمرة بين الزوجين إذا كانت تنشب أمام الأولاد فإنها تخل بإحساسهم بالأمان. يعني من أهم احتياجات النفسية للطفل شعوره بالأمان. الشجار المستمر بين الأب والأم بصوت عالي وأمام الأولاد، لا سيما إذا وصل لإيه؟ للتهديد بالطلاق مثلا أو نحو ذلك، أو الأم هي اللي تطلب الطلاق عند الغضب، مثل هذه الأشياء أمام الطفل هي تزلزل شعوره بالأمان. يعني في تصرفات خطر جدا على الشعور بالأمان، مثلا طرد الطفل من البيت جريمة، هذا يعني استئصال لشعوره بالأمان، يعني يتوقع أنه ممكن يصير مصيره الشارع. لا يوجد أبوان ليس بينهم مشاكل وخلافات، لكن لا ينبغي أبدا أن يتم التعامل مع مواطن الخلاف أمام الأولاد وفي حضورهم. هذا طبعا شائع جدا في المجتمع، هذا خطأ فاحش ولو أثر في غاية السوء على الأولاد. يعني بالعكس، حتى لو لم يكن بين الزوجين محبة ومودة، لا يظهران ذلك أمام الأولاد.
إذا حصل خلاف أو شجار أو نوع من الصراعات فتكون في غرفة مغلقة لا يسمع بحيث لا يسمع الطفل يعني الأصوات والنزاعات وهذه الأشياء لأنها تهدد شعوره بالأمان وتستنفذ طاقة الزوجين وتنتهي بإهمالهما مراقبة سلوك الأبناء. فواجب الأبوين أن يقدم للأطفال نموذجا يحتذى في إدارة الخلاف، وبهذا تتم مسألة التربية بالقدوة. طبعا الآن موجود يعني كان زمان عدد المدارس العلاج النفسي والعلاج بالكلام قليلة جدا، الآن يعني كانت تكون لا حصر لها مدارس العلاج النفسي. أنا يهمني نوع معين من العلاج النفسي اللي هو العلاج الزواجي، العلاج الزواجي يعني علاج إيه؟ الزوج والزوجة فقط حينما تتأزم يعني الأمور بينهما. الناس بتحسب إن لما بنيجي إن حد عنده مشكلة زي كده ونوصف له حد يروح خبير في العلاج الزواجي، هو بيحسب إن ده هيروح للدكتور ده وهيعمل له إيه؟ هيقول له يا جماعة يعني إيه؟ قبلوا رأس بعض بقى وتصالحوا وبتاع. لا، هي مش ليس هذا الهدف. هدف العلاج الزواجي هو تحسين التواصل الرديء بين الزوجين، هما يفشلان في أن يتواصلا بطريقة صحيحة، تواصل رديء سيء، وبالتالي تحصل كل الشجارات والمشاكل. لكن الهدف إيه؟ تحسين التواصل بحيث يكون عندهما قدرة على اتخاذ القرار الصحيح حتى وإن اختلف، حتى لو حصل طلاق. فالعلاج الزواج مش هدفه أن يتصالحوا وكل واحد يقبل راس الثاني ويرجعوا بقى ايه بيته كده، لا، ليس هذا الهدف. تحسين طريقه التواصل، لان معظم المشاكل تحصل بسبب رداءة التواصل، يعني مش بيتعاركوا صح، الخلاف طبيعي لكن يختلف بطريقه صحيحه. فدي اشاره فقط لعمليه العلاج الزواجي، وهو شيء مفيد جدا في الحالات الصعبه. نذكر أمثلة لازدواجية المواقف التربوية بين الأبوين. مثلا تشاجر الشقيقان وهما يلعبان أمام الوالدين فصافع أحدهما الآخر، فطلبت الأم من الأبي أن يعاقبه تنفيذا لقاعدة من القواعد الأسرية، في قاعدة متفق عليها: لا ضرب في هذا البيت ولا يضرب أحد أحد. فيرد عليها الأب: دول أطفال صغار يتشجرون، وثم لا يلبثون أن يعودوا أحبابا. واضح. وهذا الموقع يشجع الطفل على تكرار الاعتداء على أخيه مستقبلا، ويشعر الطفل المصروع بالإيه؟ بالظلم والقهر. مثال آخر: قرر الأب معاقبة الطفل بحرمانه من شيء، فتقوم الأم بمنحه نفس هذا الشيء في الخفاء. هي بقى الايه؟ الطيب، الام الطيبه، هو ده الشرير اللي يعرف هو حرمه من شيء في العلن، تروح الام جايه في الخفاء تديله بقى المصروف او تدير حاجه اللي هو منعه منها، فتكسر العقاب في غياب الابي. هذا يذهب فائده العقاب ولا يمكن ان يحسن سلوك الطفل. مثلا قرر الاب في حسم معاقبه الطفل فاعترضت الأم بشدة وأخذت تدلل الطفل وتضمه إليها وتحامي عنه. النتيجة أن هذا يهز مكانة الأب ويقلل من احترامه ويشجع الطفل على أن يتمادى في سلوكه. هذه صورة من صور التناقض التي تذهب فائدة العقاب وثمرتها. لابد يكون في توحيد للسياسة التربوية كما أمرنا، فلا بد أن يتفق الوالدان معا على أهدافهما التربوية وكذا الوسائل التي يسلكانها من خلال سياسة تربوية ثابتة وموحدة حيث يتعاضدان ولا يتعارضان عند معاقبة الطفل. لكن إذا حدث اختلاف بينهما حول الجزاء التربوي، هذا الخلاف يجب أن يحسم بينهما وليس أمام الأبناء. أيضا موضوع التخصص في العقاب، لما يجي أبوك من الشغل بالليل شوف أنا هخليه من فيك إيه، هنا في خطأ إيه؟ خطأ إن ده تأجيل العقاب، لازم العقاب يتبع مباشرة السلوك السيء حتى يحصل الربط، لأن السلوك السيء يؤدي العقاب وبالتالي يؤتي العقاب ثمرته. لكن التأجيل لما يجي أبوك من الشغل
هذا تأجيل، هيفقد العقاب قيمته، لازم العقاب يكون فيه فورية، فورا عقب السلوك السيء. الأمر الثاني أنه بهذه الطريقة يبقى مين المتخصص في العقاب؟ الأب. ما فيش حاجة اسمها أحد الدنيا يتخصص في العقاب، لكن من الذي يتولى العقاب؟ هو الوالد المتاح عند صدور الخطأ، اللي موجود عند صدور السلوك السيء، بحيث يتبادل الأبوان ممارسة دور العقاب كي لا ينفر الطفل من الوالد المتخصص في العقاب. ولا منع أحيانا من أن تتوسط الأم لدى الأبي وتشفع للطفل شفاعة حسنة، وتعلم للأبي أنها ضامنة بأنه لن يكرر هذا الخطأ فيما بعد. هذا ممكن، لكن بشرط أن تكون تبعا لسياسة توزيع الأدوار. الأب يتشدد ويهدد، والأم تتدخل تقول أنا أضمن أنه لن يكرر هذا السلوك فيما بعد. فلا بد أن يكون سبق التخطيط لهذا والاتفاق عليه بين الأبوين مقدما، إن كان ذلك محققا لمصلحة تربوية. وأيضا لا يوجد عقاب بدون تخطيط، لا فيش حاجة اسمها ارتجال العقاب في اللحظة، لابد يكون فيه تخطيط دائما سابق لكل عقاب كما سنبين إن شاء الله تعالى. قاعدة أخرى هي عبارة عن مجموعة من الأسئلة، لابد للمربي أن يسأل نفسه هذه الأسئلة قبل أن يوقع العقاب بالطفل. أولا، هل سبق أن تعرضت لمثل هذا العقاب وأنا طفل؟ وكيف كان أثره في نفسي حتى لا يسبب نفس الضرر لطفله إن كان فعلا هناك ضرر؟ فلازم يقيس على نفسه، يضع نفسه مكان الطفل. هل أنا طفل لما عطيت هذا النوع من العقاب سبب لي ضررا أو أذى؟ كيف كان موقفي منه؟ هل أنا غضبان أم في حالة هدوء واتزان انفعالي؟ ماذا؟ لأنه لا يجتمع غضب وعقاب، والغضب كما ذكرنا مانع من مباشرة العقاب. وقد يكون إيقاع العقاب ليس علاجا للطفل، لكن له تنفيس عن الطاقة الغضبية عند الأب، فهو يعالج نفسه ولا يعالج الطفل. أيضا، هل أنا أستحضر الفرق بين خطأ كبير وخطأ صغير؟ هل سبق أن خططت للعقاب أم أنه عقاب مفاجئ مرتجل لم يسبق الاتفاق عليه مع الطفل؟ هل العقاب عادل ومنطقي ومناسب لسن الطفل وشخصيته ونوعه؟ وهل سيكسبه مهارة في صنع القرار؟ هل استفرغت وسعي في تعليم الطفل وتدريبه قبل العقاب؟ هل استعملت العلاج بالأساليب الإيجابية والناعمة والرفق واللين قبل أن ألجأ إلى العقاب؟ هل أنا كقدوة السبب وراء سلوكه السلبي؟ هل هذا النوع من العقاب يحقق الفائدة التربوية التي هي الكف عن السلوك السلبي، أم يزيد هذا السلوك ويضطر الطفل إلى العناد والتحدي؟ هنا أيضا تنبيه مهم، وهو أن الذي يعاقب لابد أن يتأكد أن المشكلة في الطفل وليس فيه، لابد أن يكون المشكلة في الطفل الذي يعاقبه وليس فيه هو. فمثلا ممكن مشكلة أن المربي جاهل، لم يتعلم ولم يؤهل للتربية السوية، وبالتالي يسلك أساليب ضارة في معاقبة الطفل. المشكلة هنا في مين؟ المشكلة في المربي. في أمر مستبعد جدا ونادر الحدوث في الحقيقة، لكن من باب محاولة الإحاطة بالموضوع أذكره، وهو أنه قد يكون الدافع الخفي وراء العقاب عند ندرة قليلة جدا من المربين الحسن، كمدرس عانى الفقر والحرمان فيحسد تلميذه الذي يرفل في أثواب النعيم، أو مدرسة دميمة تغار من تلميذتها التي تتمتع بالجمال والرشاقة إلى آخره. وقد يكون المربي عومل بعنف وإساءة في طفولته فيتوحد مع مربيه المعتدي ويمارس مع تلاميذه أو ضحاياه الأسلوب نفسه. ودي شيء معروف جدا في نسب كبيرة من الذين يسيئون في معاملة الأطفال،
بسبب حاجة بيسموها التوحد مع المعتدي. التوحد أيضا هو أو التماهي، التماهي مع المعتدي، identification with the aggressor، يعني التماهي مع المعتدي. تلاقي شابا مثلا مراهقا ويشكو مر الشكوى من طريقة أبيه في التعامل معه، القسوة والضرب والعنف والإهانة إلى آخره، وهو بيشكو. تدور الأيام وهذا الشاب يتزوج وينجب أولادا ويكبر أولاده، وإذا به يكرر نفس سلوك أبيه الذي كان يشكو منه. واضح؟ فدايما بيقولوا إيه؟ بيقولوا الأبيوز بيتحول إلى أبيوز، يعني الذي أسيء إليه هو الضحية. بيدور الزمن وهو نفسه لما في نفس الموقف بيعمل إيه؟ برضه بيسيء إلى أبنائه. ده بسبب حصول تماهي مع المعتدي. بيسموها إيه تاني؟ يعني حد يعرف المصطلح؟ اسمها ستوكهولم سيندروم، متلازمة الإيه؟ ستوكهولم دي عاصمة السويد. كان ناس مجموعة عصابة أخذوا، يعني كان تقريبا سرقة بنك أو حاجة كده، وأخذوا بعض الناس رهائن ومكثوا معاهم مدة. بعد كده لما اتعملت قضية بقى وكده، فطالبين مين؟ طالبين الجماعة اللي هم كانوا رهائن يجي يشهدوا في المحكمة. فرفضوا أن يشهدوا ضد من أساءوا إليهم، لأن كان حصل في خلال تلك الفترة غسيل مخ، وحصل حاجة بيسموها تروما بوندينج، يعني رابطة الصدمة. حصل نوع من التوحد بين الطرفين، وبالتالي وقعوا في غرام المين اللي هم أسروه النصوص، ورفضوا أن يشهدوا ضدهم في المحكمة. فطلع المصطلح من ساعتها اسمه ستوكهولم سيندروم، اللي هو متلازمة ستوكهولم أو التوحد مع المعتدي. يدوب فيه ويتماهى معه ويصبح مثله. فممكن للمربي يكون بيضرب لأن هو دلوقتي يعني بيسيء، لأنه قد أسيء إليه من قبل. أيضا ممكن المدرس يبقى يمارس الإزاحة، اللي هي الإزاحة. يبقى مثلا المدير بتاعه في شغله بيؤذيه ويقهره ويسيء إليه ويظلمه، فيجي بقى إيه أما يرجع البيت عايز أي حد ينفس فيه المشاعر المثبوتة دي، فبقى تيجي بزوجته تيجي بأولاده ويضرب وفي شيء ما يستحقش. فهذه تعتبر نوع من الإزاحة، هو جوا منه معاناة وبيوزعها على اللي يلاقيه بقى في طريقه. فقد يمارس الإزاحة بدون شعور منه، لأن كل الحالة الدفاعية دي بتبقى لا واعية غير واعية، يزيح الانتقام إلى من هو أضعف منه. فممكن يكون بيمارس هذا أثناء إعقاب الطفل. أيضا ينبغي أن يسأل المربي هل الطفل ممكن يكون معذورا لجهله أو لمرضه أو فقره أو ظروفه الأسرية. القاعدة التالية مراعاة التناسب بين الخطأ والعقاب. فلا بد أن يراعي المربي التناسب بين الخطأ من حيث نوعه وحجمه، وهل هو خطأ عارض أم خطأ متكرر، وبين العقاب الذي يتبعه، لأن عدم التوازن بينهما يعدم الفائدة التربوية المرجوة. فلا يهمل محاسبته على خطأ جسيم، يعني خطأ أخطأ خطأ جسيما ما ينفعش إيه لا يعاقب، ولا يعاقب عقابا صارما غليظا على خطأ بسيط، ولكل خطأ عقاب يناسبه. ومن الإفراط في ذلك أن يعطي السلوك السلبي أكبر من حجمه. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عقاب الصبيان فقال على قدر ذنوبهم. كان يرسي هذه القاعدة التي نذكرها، مراعاة التناسب بين الخطأ وبين العقاب من حيث نوعه وحجمه، وهل هو سلوك عارض أو متكرر. فالعقاب الذي يتناسب مع خطأ بعينه لا يصلح استخدامه مع خطأ آخر. والمربي الحكيم لا يكون لديه عقوبة واحدة معلبة جاهزة الإعداد يستخدمها في كل حالات العقاب وكل أنواع الخطأ، لأن الطفل إذا عوقب على الصغيرة كما يعاقب على الكبيرة فإن هذا يغريه بتكرار الكبيرة ما دام العقاب واحدا. أنا أعاقب على شيء صغير كما أعاقب على شيء كبير نفس العقاب، طب أنا أستسهل بقى ارتكاب الخطأ الكبير ما دام يستويان. الهدف من العقاب هو تعليمه المسؤولية عن أفعاله وإشعاره بخطئه،
وهذا الهدف إنما يتحقق بالقدر الذي يحدث لديه استجابة إيجابية تنم عن عزمه على تعديل سلوكه في المستقبل. لا يعاقب الطفل على ما هو طبيعي، في أمور تعتبر طبيعية جدا لا ينبغي أن يعاقب عليها الطفل. فالطفل الخائف لسبب ما يجعله يبكي لا يستوجب عقابا، لأن هذا شيء عادي أن الطفل يخاف. والطفل الصغير الذي يصدر أصواتا مزعجة وحركة كثيرة في وجود الضيوف لا يعاقب، لأنه سلوك طبيعي متوقع منه، وينبغي أن يتجاوز عنه ويغتفر له. والطفل الذي لا يأكل الخضروات لا يستحقش نفس خصمه، تعاقبه بالخصام وبالهجر مثلا لأنه لا يريد أن يأكل الخضروات. والطفل الذي لم يؤدي واجباته المنزلية لا يعاقب بالحرمان من اصطحاب الأسرة للنزهة طوال العطلة الصيفية. لازم في تناسب بين الخطأ وبين العقاب. أيضا لابد أن يتناسب العقاب مع الجرم تناسبا منطقيا، يكون كلام منطقي. فالطفل الذي بعثر حاجياته وأدواته في الحجرة يعاقب عقابا منطقيا بأن يلزم بإعادة ترتيب حجرته. الابن الذي عاد متأخرا يحرم من الخروج في اليوم التالي، لأن القواعد الأسرية بتحدد عندنا في البيت ده محدش يتأخر عن الساعة كذا مثلا، فدي قواعد حتى المراهق لابد أن يخضع لها. لماذا؟ لأنك تقول له يعني هذه البيت مؤسسة مثل أي مؤسسة، فيها مدير وقانون يحكمها ويحكم تصرفات. في هذه المؤسسة احنا اتفقنا على قاعدة أسرية ان بعد الساعة كذا ما حدش يكون خارج البيت ابدا، لازم كله يكون موجود في البيت مثلا. فأنت تقنعه ان هذه المؤسسة كأي مؤسسة وهذا نظامنا فلا بد ان تلتزم به. الطفل الذي كذب متعمدا يعاقب بالإعراض عنه الى ان يحدث توبة وندما على الكذب. أما التسامح في غير موضعه فإنه ينتج إنسانا مستهترا لا يبالي بعواقب أعماله. كذلك العقاب الخفيف على خطأ جسيم يفقد العقاب معناه، فيتمادى في ارتكاب الخطأ ويتجرأ على تجاوز الحدود المرسومة. أما العقاب المبالغ فيه فإنه يردعه فورا. لماذا؟ لأنه يخاف ويرتدع نتيجة الخوف من العقاب المترتب على العصيان، لكنه حين يأمن العقاب لن يتردد في ارتكاب المخالفة ما دام بعيدا عن عينك، وبالتالي يحرم من فائدة العقاب. إن العقوبة الغليظة المبالغة فيها تشعر الطفل بالنقمة والاضطهاد والظلم، وتخلق النفور والتمرد والعناد والتحدي والتمادي في الخطأ، وتحدث شرخا في علاقته بأهله، وتجعله حريصا على الانتقام عن طريق تكرار السلوك الذي يغيره. ساعات الابن يكتسب خبرة ايه هو الزرار اللي لو ضغط عليه يخلي ابوه ايه ينفجر كده زي القنبلة، حتى لو كان هيعاقبه، لكن هو عنده خبرة يعرف ازاي يستمتع بانه يشوف يشوفك استشيط باي باي، فبيدوس على الزرار بتاعه. عرف هو الخبره بتاعته انه ايه اللي يخليك تجن من سلوكه، فيعمل السلوك السيء عمدا لانه بيستمتع بان هو يوصلك لهذه المرحله. ان الفارق كبير بين ان يخوض الطفل تجربه غير ساره هي تجربه العقاب المناسب، لكن يمكن أن يتحملها ويتعلم منها مع الاحتفاظ بعلاقة إيجابية مع المربي. فرق بين هذا هو أكيد الطفل مش هيحب العقاب وهي تجربة غير سارة، لكن تكون محتملة بيتعلم منها، مش بتحدث شرخ في العلاقة بينه وبين المربي. كيف فرق بين هذا وبين عقاب غليظ قاس مفرط يثير لديه رد فعل عنيفة ويدمر علاقته بالمربي؟ فالعقاب التربوي كالدواء، في العلاج الدوائي حاجة بيسموها النافذة العلاجية، ثيرابيوتيك ويندو،
النافذة الشباك بيقالوا ايه؟ حد اعلى الفوق والايه والخط اللي تحت. النافذة العلاجية دي تتعلق بضبط جرعة العلاج المؤثر مع هذا المريض. هذا المريض العلاج الذي يأتي بهذه الايه الاثر الايه؟ في اثر علاجي وفي اثر جانبي. اي دواء في الغالب في اثر علاجي وفي اثر جانبي. حتى بعض الناس بترفض الادويه النفسيه وتقول لك الاثار الجانبيه بتاعتهم كذا وكذا. واضح وما فيش حاجه في العالم ما لهاش اثر جانبي. المايه اللي انت بتشربها دي ما لهاش اثر جانبي. اسالوا اللي عندهم الفلاتر بتاعت المايه. كل حاجه لها اثر جانبي. ماشي. فانت بترجح المصلحه على راجح على المفسده اليسيره المحتمله. فانت عندك مشكله كبيره في حياتك اكتئاب او وسوسه او كذا او تحدث خللا في وظائفك وعلاقاتك بالاخرين وتعاني منه. فالدواء سيحسن هذه المشكله او يقلل حتى من حجمها مع وجود اثار جانبيه امساك يعني دوخه. والاثار الجانبيه مع الوقت بتقل الى ان يتعامل الجسم يتكيف الجسم معه غالبا بتذهب يعني. الدكتور بيبقى ايه بيحاول معاك عشان يضبط جسمك يستجيب باعلى اثر علاجي لحيث الدواء في داخل جسمك ينتج اعلى واقوى اثر علاجي مع اقل ايه اثار جانبيه. فالجرعه العلاجيه بتبقى هي الجرعه اللي لو زادت عن الحد الاعلى فانها تاتي باثار جانبيه صعبه، ولو قلت عن الحد الأسفل فإنها إيه؟ لا تحدث أثرا علاجيا. فأقل اللي هي تحت الشباك الدوائي أو العلاج الجرعة لو أقل مش هتجيب الأثر المطلوب، لو أعلى هتعمل أثار جانبية كثيرة. فالحل إيه؟ ضبط الجرعة على الحد الذي يعطي أفضل أثر علاجي وأقل أثر إيه؟ جانبي. فالعقاب التربوي يكون تماما مثل الدواء، يجب ان يضبط بدقه على اقل جرعه تحدث الاثر العلاجي الفعال مع اقل قدر من الاثار الجانبيه المحتمله. فاذا قلت الجرعه عن النافذه العلاجيه لم تحدث اثرا علاجيا، واذا زادت الاثار الجانبيه. فنفس الشيء بنطبقه على يعني العقاب التربوي. القاعدة التالية هي فتش عن سبب الخطأ وتريث قبل العقاب حتى لا تظلم الطفل. حاول تستفهم وتفتش ما هو سبب الخطأ وتريث قبل أن تعاقب الطفل. فالطفل مثلا يعذر بالجهل والخطأ والنسيان والإكراه كمان. يعني هو لما صديقه يكرهه على انه يقفز على السور ويدخل حديقه الجيران مثلا من اجل يجيب الكره هنا، هو اكراهه برضه مع الاطفال ممكن يحصل اكراه. يقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وعلمنا عز وجل ايضا ان ندعوه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، والله عز وجل قال: قد فعلت. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا كان هذا في حق المكلفين فلا شك أن الأطفال أولى بالإعذار بالخطأ والنسيان والجهل. قد يكون خطأ الطفل ناتجا عن جهله بالفرق بين السلوك المقبول والسلوك المرفوض، فالواجب هنا أن تعلمه كيف يميز بينهما وتصحح له إذا أخطأ. وكما تدرأ الحدود بالشبهات في عالم الكبار، فإن عقاب الأطفال أولى بأن يدرأ إن كان هناك احتمال لبراءته وسلامة قصده أو عذره. كثيرا ما نعاقب الأطفال بسبب سلوكهم المزعج، في حين أن عقابنا إياهم يكون سببه الحقيقي هو عدم قدرتنا على فهم السلوك وفهم دوافع هذا السلوك. فالمرب يجب أن يفتش عن دوافع السلوك وأسبابه قبل العقاب، لأن العلاج الحقيقي فرع عن التحديد الصائب للسبب.
فالطفل يتصرف بتلقائية وفطرية، وقد لا يحسن التعبير عن دوافعه الكامنة وراء سلوكه المزعج، ليس عنده قدرة على البيان. فالواجب على المربي أن يستقبل سلوك الطفل السلبي بهدوء. ينصح حينما تريد أن تناقش الطفل في شيء أو تستمع إليه، ينصح أن أنت إيه؟ تنزل لمستواه، ليس فقط في الكلام، لا بجسمك يعني، بدل لأن هو طبعا الطفل شايفك أنت عملاق أمامه في الجلفر كده، فرق كبير بينك وبينه، فأنت هتكلمه من فوق وهو صغير أو قصير، فأنت عشان يحصل التواصل البصري وتقترب منه وتستطيع تفاهم معه بتنزل على ركبتيك مثلا وتواجهه بحيث يحصل تواصل بصري أثناء الإقناع والحوار يعني. فاستقبل سلوكه السلبية بهدوء واقترب من الطفل وانظر في عينيه واطرح عليه الأسئلة التي تسهل عليه التعبير عن الأسباب التي تفسر سلوكه، على أن يستمع إليه باهتمام، أظهر الاهتمام، اللغة الإيه؟ غير اللفظية، عن طريق يعني إيه؟ تعبيرات الوجه ونحو ذلك، لا تقاطعه وناقشه وحاوره كي تحدد بدقة سبب سلوكه السلبي. وقد يتعجل المربي عقاب الطفل ثم يتبين له بعد ذلك أنه كان مظلوما أو أنه أنزل به عقابا جسيما على فعل هين يسير. الظاهر كده أن هو يعني ظالم، بالذات بقى لما يكون الإخوات شجار أشقاء بقى، في إخوات وفي واحد إيه صغير خالص، طبعا ده بيظهر نفسه أنه هو إيه مستضعف وصغير، ودايما بنقول له أخوك الصغير وما تعملش كده مع أخوك الصغير، فالتاني بإيه بيعرف يلعب على هذا الحب أو على هذا الوتر، فدايما يظهر أنه هو ضعيف وصغير وكده، هو سبب كل المشاكل وهو الظالم المفتري. فبالتالي ما تتهورش في انت تقول اكيد الصغير هو يعني اللي هو الضحيه والكبير ده هو المعتدي، لا فعلا لو تحريت هتجد ايه ان الصغير عنده خبره في المكايده. يقول الشاعر: تأنى ولا تعجل بلومك صاحبا لعل له عذرا وانت تلوم. مثال قصصته عليكم من قبل لكن اعيده لانه يناسب في هذا السياق. طفله قصيرة القامة تجلس في الفصل على كرسي مرتفع، فكانت إذا تسلقت الكرسي لتجلس عليه فتدلى ساقاها في الهواء فتمتلئان بالدم بحيث إذا هبطت إلى الأرض تؤلمها قدماها، فكانت تتكيف مع الموقف بأن تقف على قدميها أحيانا، فإذا تعبت صعدت فوق الكرسي لتجلس القرفصاء متربعة عليه. وكانت بعض المدرسات إذا رأتها على تلك الحال تفسر وقوفها أو جلوسها فوق الكرسي متربعة على أنه استهتار منها وعدم احترام، فكانت تعاقبها دائما بالطرد خارج الفصل. كل مرة تدخل تلاقيها جلسة على كرسي متربعة تطردها خارج الفصل وتحرمها من حضور بعض الحصص عقابا على أمر هي معذورة فيه ولكنها غير قادرة على شرح تصرفها. فلو هذه المدرسة كلفت نفسها بأن تتحاور معها وتعطيها فرصة لتتحرى عن سبب سلوكها لأمكنها أن تفهم أن الأمر لا علاقة له بالاستهتار عدم الاحترام وإنما وراءه عذر وجيه، إذا لأمكن حل المشكلة إما بتقصير الكرسي أو السماح لها بالوقوف أو التربع فوق الكرسي بدلا من حرمانها في حقها في حضور الحصص ونبذها خارج الفصل. مثلا طفل يبكي أو يتصرف بعصبية والسبب أن الحذاء الذي يلبسه يضغط على قدميه أقل من مقاسه، فبيبكي لأجل هذا وهو لا يحسن أن يشرح أو يعبر عن هذا السبب. فهكذا العقاب يحتاج إلى قدر كبير من التروي والتمحيص، لأن الخطأ فيه ولو لمرة واحدة قد يطبع في نفس الطفل أثرا عميقا يصعب محوه. وقد يكمن وراء السلوك السلبي للطفل احتياجات لديه لم يتم إشباعها، وأهم الاحتياجات الاحتياجات الفسيولوجية الطعام
الشراب حين أشعر بالجوع أو بالعطش. فلازم المدرسات يكون عندهم نوع من الحكمة. للأسف الشديد بعض المعلمين بيشخصنوا الموقف، بتشخصن الموقف وتعمل عليها بعقل الطفل. يعني مثلا طفل أكل قطعة حلوة في الفصل خلسة، هو طلعها وإيه يبدو أنه جاع أو كده، فأخرج القطعة الحلوة وأكلها خلسة، يظن أن المدرسة لا تراه. المدرسة كبرت الموضوع وعقبت الطفل وعملت عاصفة من الغضب وأنه لا يحترمها ولا مش عارف إيه. دي شخصنة مع طفل عادي، يمكن جعان أكل، إيه المشكلة؟ فالحل هنا إيه؟ التغافل، التغافل والتجاهل، مش شخص الموضوع وكبرت الموضوع وحصلت يعني خلاف كبير مع الإدارة ونحو ذلك. بتشخصا مع طفل صغير عشان أكل، خلاص تعمل نفسها من الشتاء وخلاص الموقف يعدي. مثلا ممكن يكون السبب في السلوك السلبي أنه يحتاج إلى الاهتمام، لأنه يرانا نهمله ونعرض عنه فيسلك السلوك السلبي لينتزع منا أي اهتمام ولو كان سلبيا. وقد يعزى السلوك العدواني عند الطفل إلى القسوة الزائدة أو التدليل الزائد من الآباء، والتحكم المفرط والسيطرة الخانقة عليه لأبوة الإيه؟ الهليكوبتر، أو الحرمان المادي والعاطفي، أو الصراع الدائم بين الزوجين أمامه، أو الطلاق النفسي، أو الطلاق العاطفي، أو الطلاق الإيه؟ الصامت. يعني ما فيش طلاق عند المأذون، لكن في طلاق فعلي من حيث الانفصال العاطفي بين الزوجين، أو حصول طلاق فعلي وانفصال الأبوين وغير ذلك من العوامل لابد أنها تنعكس على سلوك الطفل العدواني. وقد نكلفه فوق طاقته حين نطلب منه الهدوء والسكون وعدم الحركة، مع أن هي وظيفة الطفل اللعب النشاط والحركة. أيضا يدفعه الفضول وحب الاستطلاع إلى استكشاف البيئة من حوله، وهي رغبات مشروعة تحتاج إلى تنفيذ. هو مش بيتعلم إلا عن طريق الفضول وحب الاستطلاع. حتى البشرية لم تتقدم إلا بسبب الفضول بس في موضعه، فهو بيريد خلقة ربنا عز وجل تلاقي يستطيع استكشاف البيئة والتعلم مما حول، الحركة الكثير، التفتيش، البحث عن الأشياء. فمن حقه أن يطلق طاقته ونشاطه لا أن يكبتها، ودورنا نحن أن نعيد تحويل نشاطه من النشاط التخريبي إلى النشاط البناء عن طريق ممارسة الهوايات أو الرياضات أو التلوين والرسم واللعب بالصلصال أو اللعب مع أطرافه، أطرابه ورفقائه. فموضوع الحركة والجلبة والضوضاء هذه هي السلوكات الطبيعية للطفل، ولذلك حتى في المساجد أحيانا يحصل الناس مفيش أي نوع من التحمل لأشياء هي طبيعية من الطفل، يعني هي شيء طبيعي من الطفل. هناك سلوكيات نحن نراها سلبية ولكنها بالنسبة إلى الطفل هي علامة من علامات نموه الطبيعي. مثلا التخريب الذي يحدث في طفولته المبكرة، فهو صحيح أن نعتبره مؤشرا على نمو عقله وتطور ذكائه بينمو. فالطفل في سنواته الأولى يرى لحداثة عهده بالبيئة حوله، يرى كل شيء غريبا غير مفهوم، ولذلك يحاول التعرف على الأشياء عن طريق اللمس الحسي، وقد يفكك الأشياء إلى أجزاء مبعثرة فيكسرها أو يطلفها. كل ذلك ما دافعه؟ حب المعرفة، فضول، حب الاستطلاع والاستكشاف، ومن خلال ذلك يكتسب خبرات عن العالم من حوله ويوسع مداركه، وهذا كله أساس لنموه المعرفي والعقلي. فهو حين يفعله لا يفعله بهدف التخريب، ولكن لأنه لا يعرف كيفية التعامل الصحيح مع هذه الأشياء، ولذلك يستغرب إذا عاقبته على هذا التخريب و بياخد خبرة. فبعد ذلك إيه؟ يفعل نفس الشيء لكن بعيدا عن عينه بشدة الحاح الرغبة في الإيه؟ في استكشاف الأشياء من حوله. فالصحيح هنا أن نمكنه من استكشاف الأشياء تحت إشرافنا كي لا يضر نفسه
ونضحي بما يمكن التضحية به من هذه الأشياء. أما الأشياء الثمينة أو الخطيرة على الطفل كالأدوية مثلا، فعلينا أن نبعدها عن متناول يده أو نخفيها. مثلا الطفل الذي يبلل نفسه قبل إتمام السنة الرابعة ودخوله في الخامسة، البوال يعني وهو نائم يبلل فراشه، هل هذا نتعامل معه أن عنده مرض التبول اللا إرادي؟ طبعا لا إطلاقا، هذا هو الوضع الطبيعي إلى سن الرابعة أو الخامسة، لأن التبول اللا إرادي هي مشكلة التبول الإرادي، التصرفات الشنيعة التي تحصل من الآباء إن هو حتى مش ملتفت لاسم المرض، المرض اسمه إيه؟ لا إرادي، خلاص هي تحلف لا إرادي، فهو لا يتعمد ذلك ما دام في سن معين سلوك يعني طبيعي. فالتبول اللا إرادي هو عدم قدرة الطفل على التحكم بالبول ليلا. نكمل بقى التعريف، في سن يفترض فيها أن يكون لديه القدرة على ذلك، لكن لو في سن مبكر سنتين ثلاثة أربعة فلا، ما ينطبقش عليه تعريف المرض هو التبول اللا إرادي. لماذا؟ لأن جهازه العصبي الذي يمكنه من التحكم لم ينمو بعد. قلنا من قبل أن الطفل يولد من جهاز عصبي ناقص النمو ثم يستكمل ذلك بعد الولادة، فلا يعد التبول اللا إرادي مشكلة إلا إذا تكرر بعد سن الرابعة أو الخامسة على الأكثر. لماذا؟ أنه يفترض في هذا الحالة أنه يستطيع التحكم ليلا في هذه المسألة. ولا يصح أن تحاول الأم تدريب الطفل على التحكم في إخراج البول قبل سنة ونصف إلى سنتين، لا جدول. الطفل عنده سنة أو سنة ونصف، ما ينفعش أن الأم تجبره على أنه يحاول يتحكم في إخراج البول، لأن جهازه العصبي لم يكتمل نموه، ومحاولة تدريبه هنا ثمرة الوحيدة لها هي توتير العلاقة بينه وبين أمه ولا تبدي شيئا. مثلا الطفل الذي يقوم بحركات حسية تزيد بين قوسين نقول جدا، يعني مش بنتكلم على كثرة النشاط كتير بتاع الأطفال وبيخاف الصبيان، لا ده بيبقى حركة زايدة بطريقة استثنائية، الحركة الحسية تزيد جدا عن الحد الطبيعي المعتاد. هذا الطفل يحتمل أن يكون عنده اضطراب نقص الانتباه أو اضطراب نقص الانتباه المصاحب بفرط الحركة ADHD. فهذا الشخص الذي يعاني من نقص الانتباه والتشتت، ان هو الانتباه انتباه عبارة انت بتتواجد في بيئة في مؤثرات كثيرة جدا، منبهات البيئة، يعني لو انت بتتكلم مع صديقك في شارع زحمة مثلا والسيارات والأصوات والضوضاء أو في السوق، فهو المثيرات كثيرة جدا، صوت السيارات، صوت الناس وهي تتكلم، كل المنبهات كثيرة جدا. الانتباه ان انت بتحاول تلغي انشغالك بهذه الأشياء، تعمل فلترة وتصب انتباهك على الشخص الذي يكلمك، فعند قدرة على التركيز معه. الطفل اللي عنده هذا الاضطراب هو لا هو بيتشتت لأنه ليس عنده هذه الملكة اللي هو يعمل فلترة حاجة واحدة يركز عليها، فيعاني من نقص الانتباه، قلة التركيز، يعاني من الاندفاعية المفرطة، تهور شديد بحيث لا يفكر في عواقب حركته أو قفزه، ولا يستطيع أن يجلس ويستقر بهدوء بل يتململ، ولا يتحمل السكون طويلا، يعني لو قعدت تحكي له حكاية مش هيكمل، ما يقدرش يكمل، يقعد كده شوية عشان يكمل القصة، أو حتى يشوف مثلا شيء معين في الكمبيوتر مثلا ما يقدرش يكمله، يتململ لأنه دايما كل حاجة بتصير انتباهه بيتفاعل معها ثم ينتقل إلى غيرها وهكذا. بالتالي طبعا مثل هذا يترتب عليها حصول صعوبات في التعلم، لما نروح المدرسة بتحصل صعوبات في التعلم، لا يستطيع أن يتأقلم مع الحياة في المنزل والشارع والمدرسة. ليه بنقول في المنزل والشارع والمدرسة؟ طيب
علشان يتضح السؤال. لو طفل هادي جدا في المدرسة أو حضانة بس هادي وديع، بس في البيت عفريت يعني وبيتحرك كتير وعنده نشاط زائد وكذا، هل ده ممكن يكون اضطراب نقص الانتباه مع فرط الحركة؟ لازم السلوك يكون في كل مكان زي ما قلنا هنا في المنزل والشارع والمدرسة حيثما ذهب ده سلوكه، لكن لو هو في مكان يبقى هادي في المدرسة هادي، لكن في البيت يبقى نشيط جدا، لا ما نقولش عليه عنده هذا الاضطراب. فلازم يكون صفة عامة في كل الأحوال وليست في مكان، مفيش انتقائية في المكان الذي يحصل منه هذا. خلاص الكلام يعني هذا الطفل هو مغلوب على أمره، ده مريض باضطراب، بل الكبار أيضا عندهم بيكون إيه يمتد المرض أحيانا لحد ما يكبر يعني. فهذا مريضنا ليس سويا، وهذه حالة نمائية، نمائية يعني بيبقى معاه من طفولته يعني مش حاجة طرأت عليه، لكنها تظهر بوضوح عند دخوله المدرسة وهي اضطراب فرط الحركة مع نقص الانتباه، وليست مجرد مشاغبة أطفال، وليست مجرد قلة أدب كما يقولون، بل هي اضطراب نفسي عصبي أيضا يحتاج إلى العرض على المختصين لتشخيصه وعلاجه عن طريق العلاج المتعدد الأشكال، أدوية، علاج سلوكي معرفي أو علاج أسري وتدخلات تربوية. أما العنف مع مثل هذا الطفل فلا يبدي معه، مش هيغير، وقد يضاعف المشكلة. فالوعي بمثل هذه الأشياء يجعلنا تهدينا وتشد إلى التعامل الصحيح معها، بحيث يعني يكون الطفل معذورا ونحن لا نستوعب هذا. مثال آخر، الطفل الذي يكذب في مرحلة الطفولة المبكرة يعني ما قبل سن الخامسة بيكذب، هذا الطفل اللي هو في الحقيقة هو خيال واسع الخيال، فيحكي أحداثا خيالية، ممكن يجيب لك تفاصيل كثيرة من خياله. هذا الكذب مرتبط بعدم نموه الذهني والمعرفي، لأن هو قدراته المعرفية لا تزال تتكون وتنمو، لذلك يعجز عن التفريق بين الحقيقة والخيال، فيأتي بما يشبه أحلام اليقظة التي تبرز فيها طموحاته ورغباته التي لا يقدر على الإفصاح عنها مباشرة. مثلا طفل يتمنى أن لو أن أباه اشترى له دراجة، فيتكلم مع أخيه ويقول له إن أبي اشترى لي دراجة جميلة وسريعة وهي موجودة فعلا فوق السطح. هذا قد ينشأ عن سماعه القصص الخيالية والأسطورية التي تحكى قبل النوم، أو يراها في ألعاب الكمبيوتر وأفلام الأطفال ونحو ذلك. هل هذا الطفل يوصف بأنه كذاب؟ هذا ليس كذبا، هذا خيال، وهذه طبيعة المرحلة. مش كده وبس، ده ممكن الطفل بيصنع له صديقا وهميا، بيحكي قصص طويلة، عمل إيه مع صديقه ويسميه اسم معين، ويكرر ويعيد الأحداث يوميا، إن قابلته النهاردة حصل كذا وعمل معي كذا ومش عارف وكلمة إيه مع بعض وهكذا. فكل ما علينا هو أن نربطه بعالم الواقع بين وقت وآخر. مع النمو هو بيقدر يفرق بين الحقيقة وبين الخيال. لماذا؟ لأن الكذب، ما هو الكذب؟ الكذب عملية متعمدة يقصد فيها الكاذب تزييف الواقع بقصد الغش والخداع أو الانتقام أو تجنب العقاب. تعريف الكذب لا ينطبق على هكذا، هذا الكذب الايه الخيالي، لا هو فانتسي او خيال مش واقع، ولا نسميه كذبا. هذه مرحله وتنتهي بعد ذلك حينما يستطيع ان يميز بين الواقع بين الخيال، بخلاف الطفل الذي تجاوز الخامسة من عمره، فهذا ممكن يتعمد الكذب، لكن نتكلم على ما قبل ذلك. طفل مثلا عنده 3 سنوات وسرق، هل هذا يعاقب؟ هل هذا نصفه بالسرق؟ هذه في الحقيقة ليست سرقة، لكنها سلوك ناشئ عن قصور ذهني بسبب سنه الصغيرة، إذ لما يتم لديه معنى من مفهوم الملكية الخاصة لم ينمو عنده ولم تتميز عنده حدود الملكية بوضوح،
فهو باعتبار أن فيه نوع من النرجسية هو يريد أن يتملك أي شيء يعجبه، ولا يستطيع التفريق بين ما يخصه وما يخص الآخرين. فمثل هذا الطفل لا يعاقب ولا يضرب ولا يعير بأنه لص سارق، ولكن نعلمه مفهوم الملكية الخاصة بأن نخصص له أدواته الخاصة كفرشاة الأسنان مثلا، السرير، الطبق، الملابس، اللعب، ونعلمه أن لكل طفل ملكية خاصة لا يصح أن تؤخذ منه بدون استئذان، ونشرح له ببساطة معنى الأمانة واحترام ملكية الآخرين، وكيف أنه يغضب إذا أخذ أخوه لعبته. نقيس عليها أن أخاه أيضا يغضب إذا أخذت لعبته بدون إذنه. فننمي مفهوم الإيه؟ الملكية، الملكية الخاصة وملكية الآخرين. قد يكون رفض الطفل لمذاكرة دروسه بسبب وجود مشكلة في نظره، عنده أخطاء الإبصار، وهذا يستدعي إحالته على طبيب العيون. لماذا؟ لأنه يشعر بإجهاد شديد عند القراءة ولا يهتدي بسبب ذلك، أو لا يستطيع أن يعبر عن مشكلته. فهذا أيضا مما ينبغي الانتباه به. قد تكمن أسباب سلوكه السيء وراء سوء معاملته في البيت أو في المدرسة. الطفل المسكين ساعات يبقى المدرسة بتعاقب عقاب شديد، والأب في البيت بيعاقب عقاب شديد، فيبقى هو بين هذين الوضعين. مش كده وبس، ده ممكن الأب يروح ويقول له إيه، أنت عليك اللحم وأنا علي العظم، يعني أنت تضربه على عضلاته وأنا أكسر لك العظم بتاعه. فهنتكلم بعدين على هذه الوحشية. أخيرا ننبه إلى أننا حينما نفتش عن الأسباب وراء السلوك السيء، فإن هذا غرض التفسير وليس التبرير، غرض التفسير وليس التبرير. يعني زي ما بيقولوا explanation is not justification، الشرح ليس تبريرا. أنت بتعرف الأسباب عشان تستطيع تعالج الأسباب فتنتهي المشكلة. فالبحث عن أسباب السلوك السيء المتعمد إنما هو وسيلة لتفسيره وليس لتبريره، فإن السلوك السيء سيظل سيئا، لكنما حينما نتفهم أسبابه نكون أقدر على تجفيف منابعه واستئصال جذوره. وهذا لا يمنع من عقابه بسبب السلوك السيء إذا كان عن قصد وتعمد. فإذا ضرب الطفل أخاه لأنه شتمه، نقول له أنت محق في أن تغضب لأنه شتمك، وأنا أتفهم موقفك، ولكنك عبرت عن غضبك بطريقة غير سليمة، فنحن لا نضرب. هذه قاعدة أسرية مثلا، ولذلك ستعاقب بالإقصاء المؤقت لمدة كذا، وإذا تكرر منه هذا في مرة قادمة فعليك أن تشكوه إلي لأقوم أنا بتأديبه. هذا ما تيسر من القواعد التربوية للعقاب التربوي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.